في الوقت الذي انتفضت فيه ميادين مصر احتجاجاً على الإعلان الدستوري، خرج محمد مرسي في حشد من أنصاره أمام قصر الاتحادية. دافع مرسي عن الإعلان الدستوري الجديد وبدأ أكثر انفتاحاً على المعارضة التي أشعلت فتيل الغضب مجدداً في عموم مصر. ولا يمكن أن أنحاز أبداً ضد أحد من أبناء وطني مصر، إنما وهبت حياتي ونفسي لكي تعلو قيمة الحرية. وبينما كان مرسي يسترسل في خطابه بشأن مصر ديمقراطية ومنفتحة، كانت الاشتباكات تحتدم بين الأمن المصري والحشود الغاضبة في ميدان التحرير. خلفت المواجهات عشرات الجرحى في صفوف المتظاهرين، فضلاً عن وقوع خسائر مادية. اللافت هو مشاركة مرشحي الرئاسة السابقين حمدين صباحي وعمرو موسى، بالإضافة إلى محمد البرادعي في مليونية الغضب. تطالب المعارضة بإسقاط الإعلان الدستوري وحل الجمعية التأسيسية للدستور. إحنا قاعدين هنا، إحنا قعدنا الأول 18 يوم خلعنا حزني، هم 3 أيام وهنخلع مرسي إن شاء الله. لكن مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي كانت لهم وجهة نظر مختلفة. قال الناس عنه في الفترة الماضية أنه رئيس ضعيف، هو كان حريص أنه يصل إلى حالة التوافق، ولكن لما وجد أنه لا توافق اضطر أن يتخذ ما هو في مصلحة الشعب. الاحتجاجات أخذت منحا آخر في الإسكندرية، حيث اقتحم متظاهرون مقر حزب الحرية والعدالة ونقلوا محتوياته إلى الشارع وأضرموا فيها النيران. وفي غياب الأمن المركزي اصطف أنصار الرئيس ومعارضيه كل في مواجهة الآخر في ساحة مسجد القائد إبراهيم عقب انتهاء صلاة الجمعة، وتبادل الفريقان الترشق بالحجارة والقنابل الحارقة. مدينة دمياط هي الأخرى كانت مسرحاً لتظاهرات مناوئة للرئيس المصري، حيث ردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى إسقاط الإخوان، ورفعوا لافتات تطالب بفصل السلطات واستقلال القضاء وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة. الغضب في الشارع يستمر احتجاجاً وتأييداً لقرارات مرسي، والمؤكد أن مصر تدخل فصلاً جديداً من فصول الاستقطاب السياسي.